بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون الا غاية الذي تلا من خواص حتى او من معانيها العطف من اقسامها ان تعطف ولكنها تعطف بعضا على كل لا بد ان يكون ما بعدها بعضا مما قبلها متناهيا علوا او انحطاطا مثال ذلك مات الناس حتى الانبياء جزء من الناس وهم نهايتهم علوا وصل الحجاج حتى المشاة أكلت السمكة حتى رأسها جزء منها وهو آخرها لا يقال أعجبني زيد حتى عمرو لا صلة بين زيد وعمر تقول أعجبتني الجارية حتى حديثها عندما كانوا يبيعون الجوارية أعجبتني الجارية حتى حديثها ولا تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها لا يقال أنا قولي بعضهم بحق شو وهذا كما ردي ولا بعضهم بحتى أضيف على كل ولا يكون إلا غاية الليلة قالوا ما رأيكم يقول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله هل النعل من الزاد واحد مسافر يأخذ معه تمرا وغيره وأقطا هل النعل من الزاد ليس من الزاد قالوا تقدر ألقى ما يثقله حتى النعل المتلمس ماذا نقوله ولا يكون إلا غاية الذي تلأنا بعض ذنبي حتى أقف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلأقرأ أم من حروف العطف يعطه بها بعد همزة التسوية وتكون أم محاطة بجملتين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين وأم بأقرأ همزة التسوية نحو سواء عليهم استغفرت لهم أم لن تستغفر لهم استغفرت لهم أم لن تستغفر لهم أم أحيطت بجملتين فعليتين سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون أحيطت بجملتين فعلية واسمية أو اسميتين قالوا ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي يناء أم هو الآن واقع أحيطت بجملتين اسميتين أظهر أنا أقول وأن بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية كذلك أطلق دارة همز بمعنى أي وتسمى في هذه الحالة معادلة تقول أزيد عندك أم عمر أيهما عندك ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه أو يتأخر تقول ما حسنه تقول أزيد عندك أم عمر عندك لا تسأل عنها أنت تسأل عن تعيين زيد وعمر لك أن تقول أزيد أم عمر عندك أنت لا تسأل عنها لك أن تؤخرها وتوسطها ومثاله كذلك في القرآن أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء المسؤول عنه المسند إليه أنتم أم السماء تستطيع في القرآن تقول أنتم أم السماء أشد خلقا أشد ليس مسؤول عنها ومثال السؤال عن المسند وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ما توعدون ليس مسؤول عنه مسؤول عن القرب والبعد لكن تقول أقريب أم بعيد ما توعدون أو أقريب ما توعدون أم بعيد ما لا يسأل عنه لكن توسطه وتؤخره واضح في هذين الحالتين أم تسمى متصلة أم إذا كانت بعد تسوية أو كانت بعد همز معنى أي فهي متصلة لأن ما بعدها متصل بما قبلها محر وإذا كانت منقطعة فسير كلها أنا أقول وأن بها عطف إذا همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية محر وربما أسقطت الهمزة إن كان خفا المعنى بحذف أون إذا كانت معنى يتضح بالحذف همزة قد تحذف كقول عمر بن أبي ربيعة رحمه الله تعالى لعمرك لا أدري وإن كنت داريا
بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، أبي سبع رمينا الجمرة أم بثماني. وقرية سواء عليهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. لم يقل أنذرتهم حرف الهمزة، كان أنا قوله وأنبها طيب إذا همزة تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان أخذ المعنى بحرف ياون. انتهت من تفصيلها. قال رحمه الله وبانقطاع وبمعنى بل وفت تكون مما قيدت به خلف تكون منقطعة، أي أن ما بدأ منقطع كلي عما قبلها، وتسمى إضرابا، وهي معنى بل كقول الله عز وجل الله صار رجيم ألف الآم تنزيل الكتاب يا رب يا رب عارف أم يقولون افتريه التقدير بل يقولون إن تكون مما قيدت به خلف إذا لم تكن بعد سواء ولا تكن بعد همز معنى أي فهي منقطعة معنى بل واضحة. وكثيرا ما تقتضي استفهاما كقول العرب إنها لإبل أم شاء التقدير بل هي شاء بل هي شاء، ولا بد أن تقدر هي شاء لأنها ابتدائية لا تدخل على جملة. كذلك أم له البنات ولكم البنون التقدير بل له البنات هذه منقطعة، هذا ما قوله بانقطاع وبمعنى بل وفت تكون مما قيدت به خلت الذي قيدت به أن تكون بعد سواء وبعد همز معنى أي واضحة؟ نعم هكذا تكون منقطعة. هذان نوعان ذكرهما، ذكر ابن حاتم نوعا ثالثا قالوا تكون زائدة كقول الشاعر ليت شعري ولا من جاء من الهرم أمهل على الشيب أمهل على العيش بعد الشيب من ندمي. قال ومنها قول الله عز وجل عن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير. قالوا أم زائدة هنا، كان صارت ثلاثة متصلة ومنقطعة وزائدة. هذا قوله وبانقطاع وبمعنى بل وبس إن تكون مما قيد اقرأ خير أبيح قسم بأو أبهم واشكف وإضراب بها أيضا نمين. أو تأتي لمعاين عدة، تأتي بالصيغة الإنشائية للتخيير أو الإباحة فتقول خذ من مالي درهما أو دينارا هذا تخيير إن جمعت بينهما كنت متعديا، والإباحة اقرأ النحو أو الحساب إن جمعت بينهما لا حرج عليك هذا هذا إباحة واضح. وكذلك في الصيغة الخبرية تأتي التقسيم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وتأتي للشك لبثنا يوما أو بعض يوم والتشكيك وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نحن نعلم أننا على هدى والكفار على ضلال، هذه تشكيك تشكك خصمك. أنا قوله خير أبيح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا وميتتي الإضراب. قال كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية بل زادوا، هو يعرف أولاده، في أحد ما يعرف أولاده؟ كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية أي بل زادوا ثمانية، هذه إضراب تقدير بل. وتكون معنى الواو قوم إذا سمعوا الصريخة رأيتهم ما بين مجرم مهره أو سافعي أي وسافعي فظل طهاة الحي ما بين منضج صفيف الشواء أو قدير معجل أي وقدير. قالوا منها قول الله عز وجل وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. قال منها ويزيدون قالها إذا انتهت معاني أو عاطفة هذه معانيها خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكو وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق لنفس منفذا ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. قال تأتي إما الثانية بها تركيب تقول إما هذه وإما النائية تكون إما الثانية هذه بمعنى أو تأتي للتخيير إنكح إما هند وإما أختها تخيير وإباحة اقرأ إما النحو وإما الحساب لبثلا إما يوم وإما بعض يوم شك الكلمة إما سون وإما فعل وإما حرف. قالوا ليست عاطفة لأنها مسبوقة بالواو والعاطف لا يقال عاطف ولذلك قال مثلها في القصد في المعاني فقط. قالوا يا ابن مالك إما لا تأتي للإضراب ولا تأتي مع الواو وأنت حملتها على أو في كل معانيها. قالوا العذر لابن مالك أن مجيء أو بهذين المعنيين قليل للإضراب وما له قليل
فهو حمل إما عليها في بقية المعاني مفهوم؟ أنا قوله ومثل أو في القصر إما الثانية بنحو إما ذي وإما وليست عاطفة. قال بعضهم عدها في حروف العطف سهو ظاهر، وابن مالك لم يعد ذاك وهو البر.